السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء في الفيديو صلي على حبيبك النبي. اليوم هعلمك طريقة عمل فتة العدس. شاهد الفيديو للنهاية واشترك في القناة. المكونات: معلقة من السمن، معلقة من الزيت، كيلو من العدس الأصفر المجروش، 4 فصوص توم، معلقة ملح، معلقة فلفل أسود، حبة طماطم، معلقة كمون، مكعب شوربة الدجاج، 2 بصلة مقطعة بشكل مكعبات صغيرة، والبصل يكون حجمه حجم وسط. طريقة العمل: أضع الإناء على النار وأضع فيه معلقة من الزيت والسمن، ثم أضع البصل وأحركه حتى يصبح لونه أشقر، ثم أضع العدس، ثم أضع الماء بحيث ينغمر العدس ويكون العدس بنسبة للماء 1/3 كمية الماء، ثم أضع الطماطم والثوم والمكعبات شوربة العدس، ثم أقلب بشكل متجانس، ثم أضيف الملح والكمون والفلفل الأسود، ثم أقوم بإغلاق الإناء بشكل محكم حتى ينضج العدس الأصفر، ثم أقوم بتحريكه في المفراق وطحنه في الخلاط الكهربائي، ثم أضع العدس على خبز المقطع أو خبز الطابون، ثم أزينه بالفستق والزبيب وأضع عليه بقدونس وأضع عليه بصل.